السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في رحلة جديدة من هذه الأسئلة النافعة والإجابات النافعة إن شاء الله، وبرنامجنا الأسبوعي الذي يأتيكم من خلال هذه الشاشة المباركة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيدنا الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقتم إن شاء الله، سلمكم الله. نستفيد إن شاء الله ونستثمر وجودكم المبارك على امتداد هذا الوقت إن شاء الله للإجابة على أسئلة الإخوة الكرام. وعندنا بعض الأسئلة اللي رحلت من الأسبوع السابق سيدنا لطفا. أخواني الكرام، مشاهدينا الأفاضل، بعد قليل راح نبدأ باستقبال مشاركاتكم المباركة إن شاء الله من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. أما الآن فراح نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع على أساسه ممكن تبنى المجتمعات بنواتها الصغيرة الأسرة، وممكن لا سمح الله تهدم المجتمعات بنواتها الصغيرة الأسرة. سيدنا الكريم، نحن نعيش هذه الأيام ذكرى رحيل السيدة الطاهرة أم البنين عليه السلام، وقصة اختيار أمير المؤمنين عليه السلام لأم البنين زوجة له قصة جرت على كل اللسان وملأت بطول الكتب بالخير والبركة. فهذا يدفعنا سيدنا للحديث عن اختيار الزوجة الصالحة، لأنه هذا الموضوع مثل ما تعرفون سيدنا له من الأهمية الكثير. فأنا أترك المجال لجنابكم، ننطلق من مبدأ اختيار أمير المؤمنين عليه السلام السيدة أم البنين ونسحبها إلى منطقتنا اليوم وواقعنا اليوم، اختيار الزوجة. تفضل. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خير ما اختاريتم هذا البحث، جميل انصافا، خصوصا ونحن في ليلة استشهاد أو وفاة السيدة فاطمة الكلابية أم البنين، سلام الله، أن نتحدث عن هذا الأمر انصافا، وإن كانت هناك مناسبات أخرى أيضا تستدعي البحث عنها، وهي رأس السنة الميلادية وتداعياتها وقضاياها، إن شاء الله نتعرض إليها في مناسبة أخرى بإذن الله تعالى. أما فيما يرتبط بقضية أم البنين واختيار أمير المؤمنين لها، إنصافا هي حسب تعبيري درس عملي قام به أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في جملة كلماته وتوجيهاته للأمة، أنه أيتها الأمة أيها المسلمون، فيما يرتبط باختيار الزوجة لابد أن تكون على مستوى عالي من الدقة، نعم. لا تأخذكم العواطف ولا تأخذكم الميول والعشق حسب تعبيرنا الآني، هذا العشق وهذا الميل وهذه العاطفة قد تكون فوارة وقد تكون عليه حال جامحة، ولكن في فترة جدا قصيرة ستخبو هذه العاطفة وتنتهي، وفي النهاية الإنسان يصطدم بواقع هو ما كان يتصوره. كم من الشباب يأتون إلي فيما يرتبط بأمورهم الخاصة، واحدة منها هي هذه، أنه سيدنا أنا كنت متعلق في بنت لمدة 5 سنوات وتعلق كبير جدا، حتى أني على حال دهورت علاقتي بالأسرة بيني وبين الأب وبين الأم، حتى أني حصلت عليها، حتى أني ظفرت فيها يعني، ولكن ما دامت حياتنا الزوجية أكثر من 5 أشهر، يعني غريب جدا 5 سنوات علاقة ب5 أشهر انتهت. وين الإشكالية؟ الإشكالية في واقع الحال، في واقعية القرار. القرار ليس واقعي، ليس موضوعي. قرار اختيار الزوجة لابد يكون قرار له مناشئ الصحيحة، منشأ والدافع أن أختار هذه الفتاة دون غيرها أو أصر عليها دون غيرها، شنو؟ جمالها، دينها، خلقها، أمانتها، فنها، عندها فنون، عندها وظيفتها، راتبها، شنو؟ ما هو الداعي يعني؟ هذا في واقع الحال جدا مؤثر في الإنسان، أنه تستمر حياته أو ما تستمر. يعني هذه الإحصائيات الكبيرة الموجودة الآن في المحاكم المدنية، لما الآن يعني الجهات القضائية مشكورة كل شهر تنزل إحصائيات الزواج وإحصائيات الطلاق،
وهذا أمر طيب، يعني لابد يصير نوع من الـ الـ يعني إيصال المعلومة إلى الناس. نعم. لما تشوف العدد هائل جدا، يعني في شهر مثلا كذا زواج وكذا طلاق، قد يكون الطلاق بمقدار الزواج أو أقل منه قليلا. لا إله إلا الله. وهذا يعني جدا حالة كارثية. لما تروح إلى القضاة وتسوي، أو القضاة يجوك أو يصير لقاء معاهم، تسأل أنه إخوان تقدرون تطوني يعني فرد حسب تعبيرنا رؤية ليش هالطلاق هذا وليش هالمشاكل هذه؟ يقولوا لي وهم صادقون، ليست هذه مصلحة. أكثر القضاة في محافظات عديدة سألتهم، يقول سيدنا المشكلة الأساسية هو سوء الاختيار. لو أمه فارضة عليه، لو أبوه فارضة عليه، لو اندفع وراء عاطفي، لو اندفع عاطفي والسوشيال ميديا. هذه قال هذه في الواقع مشكلة، مشكلة عويصة، وتدخلات الأهل طبيعة الحال. ولكن الاختيار أيها الأحبة، تعرفون أنتم الزواج ليس شراء قميص حتى ألبسه مرة مرتين وأرميه، وليست اختيار أكلة أكلها وأستلذ بيها. الزواج قرار مصيري، قرار استراتيجي، والزواج في الواقع هو اللي يحدد مستقبل حياتي أنا كإنسان في المجتمع. لو أكون كئيب، لو أكون سعيد، لو أكون فاشل، لو أكون ناجح، لو أكون متطلع، لو أكون على حال إنسان متراجع في شؤوني. هذه الزوجة والبيت، البيت والزوجة يلعبان دورا كبيرا جدا. فشوف أمير النساء صلى الله عليه وسلم عليه بعد ما استشهدت الصديقة الزهراء صلى الله عليه وسلم عليها، كلف أخوه عقيل وهو نسابة معروف. سيدنا هذا بحد ذاته ممكن يعني يعطينا درس في اللجوء لأصحاب الاختصاص. أحسنتم. رغم علم أمير المؤمنين بكل شيء يعني أحسنت. أحسنتم. فقال له أنت تعرف العرب وتعرف بيوتاتهم وتعرف أصالتهم. قال لي قال لي تشوف لي في المرأة اللي عليه حال أقدر أنه أعيش معاها، وعندي أيتام، وأنا أريد في واقع الحال ذرية اللي تقدر أنه تقوم بأعباء مسؤوليات المناطة لأولادي وهم أئمة، اللي حسن والحسين إمامان. نعم. الرسول عبر عن ذلك وهم أئمة. نعم. أريد أخوان، أريد ذرية للتص. قال لي خلف، رح أختار هذه فاطمة الكلابية. انصافا هذا درس عملي، عملي أنه يا شباب لما تريد تختار مرأة لا تروح وراء السوشيال ميديا، لا تروح وراء حسب تعبيرنا والله صديقي قال وعمتي قالت وأخويا قال. هذا حكي. أنا أحد الأخوة اتصل علي مشكلة كارثية انصافا، أرسلها بصمة صوتية، تأذيت جدا. فأرسلت له قلت له شلون صار أنت اختاريت هاي الزوج شلون؟ قال والله سيدنا صديقي قال لي هاي خوش بنية. قلت له هذا بس صديقي قال لك خوش بنية؟ هذا فقط قرارك من خلال صديقك، وصديقك شنو؟ وتبين هي عندها مشاكل يا صديقي، يعني قضايا فسق وفجور. فأقول شوفوا يا أخواني يا أعزائي، كونوا واعين. العاطفة صحيح أنا لا أنفيها، العاطفة مؤثرة، الميل الجنسي مؤثر، الانشداد العاطفي جدا مؤثر، ولكن تعالوا شوية جردوا أنفسكم وخلوا تجارب الآخرين، تجارب الآخرين أمامكم. فلان شلون وصلت مشكلته، فلان شلون انتهت حياته الزوجية، شلون أولاده تبهذلوا، خليها أمامك حتى تحس خطورة هالمشروع. سواح يقول سيدنا إذا يخلي أمامه نماذج فاشلة قد يصير عنده نوع من التراجع. لا، تراجع ما يصير، بس يصير فهم حسب تعبيرنا مطرقة. هاي المطرقة تدق على الرأس حتى يعي، لأنه حالة غفلة عندنا أخي العزيز. نعم. حالة غفلة وسبات واسترخاء، يحتاج واحد في الصدمة يصدمة، شوف انتبه، ترى هذه مو لائقة لك، ولا ثوبك ولا عشيرتك ولا لا عائلتها عائلة ولا وضعها وضع. وهذه أنا جاء أتكلم عن واقع يا أخي أستاذ مرتضى، أنا جاء أتكلم عن واقع. يعني أنا عوائل تجيني يقول سيدنا رجاء بس أنت تعال قنع ابننا أن هاي البنية مو مناسبة، ويعطوني شواهد. أقول له هذه صحيح تتزوج بهذه البنية اللي يسموها مسجد يسموها هذه؟
فانشستر كذا استعراضية زينة، والعائلة كذائية، أبوك وجدك، أبو جدة يبكون ابننا جاي يروح من إيدنا. بس هذا الحب الغلط والارتباط الغلط في النهاية ينتهي إلى قرارات غلط. أصلا سيدنا هذا يعني فكرة الحب الغريزي ينتهي بعد مدة قصيرة جدا يعني. هو هذا يعني 5 سنوات علاقة ب5 أشهر، يقول شو أنا شو بردت هي هذه. يعني عندما تكون القضايا هلامية ومثالية وحسب تعبيرنا واحد يزرع الجنة للثاني، شايف أنت واحد يكذب على الثاني، واحد يخدع الثاني بقضايا، بعدين شو هي هذه؟ هذه المرأة عليها الغير مبالية، الغير الجميلة، الغير النظيفة، شنو هذه؟ في النهاية يبدأ والعكس بالعكس أيضا، والعكس حتى الرجل أيضا لا أشكال بلي نفس الكلام نفس الكلام. فأيها الأحبة أيها الأصدقاء، تعالوا لنجعل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لنجعل أهل البيت في الواقع مدرسة وموجه سليم لترتيب حياتنا، سواء حياتنا الفردية أو حياتنا الزوجية أو حياتنا كأبوين لذرية وأولاد، وحياتنا على حال عناصر مفيدة في المجتمع. لا بد للناس أن يلتفتوا إلى نماذج يحتذون بها ويقتدون بها. لذلك ضرورة القدوة وضرورة الأسوة ضرورة حياتية، بل ضرورة شو تسميها أنت، ضرورة لابدية، لابد من الإنسان أن تكون له قدوة. إذا ما عندك قدوة أوتوماتيكيا قدوات الغلط راح تصير شنو هي البديل. فحاول أن تختار عن قدوة صالحة، أشخاص يمكن أن واقع يا أخي الكريم. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي ويمكن مو مناسب أحكي بس أقوله، أنا شخصيا جعلت في حياتي من أستشيره في أموري وأعتبره حكيما، وهو في كثير من الأحيان يعني يقر أنه هذا قرارك صحيح، هذا كلامك صحيح. ولكن عندي، لأنه الإمام الصادق قال هلك من لم يكن له حكيم يرشده، حكيم يرشده. الحكيم منه؟ الحكيم صديقي اللي هو تعبان مثلي، أو مثلا واحد ما أدري ما عنده خلفية علمية، خلفية فقهية، خلفية دينية. فلا بد أن أبحث عن شخصية اللي تملي عيني، تملي عيني وعدها مؤهلات أن أجعلها مرشدة، مرشدة هادية ومستشارة. تشوف الآن كل مدراء نبي عندهم مستشارين، حتى المستشار يسدد الإنسان المدير. أنت أيضا مدير نفسك، والمدير نفسه لابد أن يكون عنده واحد على حال يستشير في أمره، سواء أمر الأمر الدراسة، أمر حتى أمر الزي. واقع بعضها يقول الشباب هذا زين مناسب، هذا اللون مناسب، نعم مناسب، قد بعض الألوان مو مناسبة. نشاور الرجال واقع شاركهم في عقولهم. صحيح، أحسنتم سماحة سيدي، إضاءات مهمة، شكرا جزيلا. ونعمة القدوة السيدة أم البنين عليه السلام في حياتها قدمت ما قدمت، وها هي اليوم بعد كل هذه الفترات الطويلة من رحيلها تقدم لنا أيضا فائدة كبيرة لشبابنا ولشاباتنا وهم مقبلون على هذا المشروع العظيم، مشروع الزواج. شكرا جزيلا سيدنا. سهل الله. إذن على بركة الله إخواني الكرام، نبدأ باستقبال مشاركاتكم وطرح أسئلتكم. وعدنا أول المتصلين الأخ أبو أحمد، صح؟ أبو أحمد عزيزي تفضل أخوي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. حياك الله عزيزي، تفضل سؤالك. الله يحفظك. أنا أعاني من فقر الدم، والدكتور قال لي بينات اللحوم والمشاوي وهذه الأمور. نعم. فلما أروح أخذ المشاوي أو الكبد، فمثل ما نقول المستوى مالتها مو ناضجة كلش، يعني النضوج مالتها غير كامل، نصف استوى يعني. نعم. تمام. أنت تشوف يعني هل أكو إشكال بأكلها؟ يعني الباطن مالتها شبه نية يعني. صحيح صحيح. يعني أكل اللحم الني يجوز أو لا يجوز؟ مو سيدنا مرات هي مو نية بس مو مستوية بشكل جيد يعني. تمام أبو أحمد، عندك سؤال ثاني أخوي الكريم؟ شكرا جزيلا، ربي يحفظكم. شكرا حضرتك.
تحيات لجنابك، شكرا جزيلا. وأيضا عندنا أسئلة رحلت من الأسبوع السابق إن شاء الله راح نمر عليها للإجابة. سيدنا الأخ أبو أحمد تفضلوا بالنسبة لفقر الدم والمشاوير. الله يشافيك إن شاء الله تعالى ويعافيك بحق أم البنين إن شاء الله تعالى تعافى. أخي الكريم، ما في إشكال واحد يأكل اللحم سواء كان مطبوخا أو نيا، وإن كان هناك كراهة في أكل اللحم الني أو زيادة أكل اللحوم أيضا في كراهة، نعم لا إشكال في ذلك. تقول سيدنا بي دم، هذا الدم طاهر، الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، لا إشكال فيه. وعلى أي حال ما في مشكلة أخي الكريم، سواء مشوي عدل أو مستوي عدل أو غير مستوي، لا إشكال في أكله إن شاء الله تعالى. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت الكريمة أم عبد الله اتصلت الأسبوع المقبل سيدنا وما كان في الوقت إن الأسبوع الماضي، الأسبوع عفوا الماضي، وكانت تتحدث عن سنة 515 رجب، هي قالت وعدها راتب تقاعدي على السنة 500 سيدنا. في واقع الحال سؤالها أتذكره من الأسبوع الماضي، قال سيدنا بعض النساء ما تأخذ راتبها قبل السنة 500، تخليه بالحساب بعد ما تنقض السنة 500 تسحب الفلوس. نعم. فسيدنا هذه يصير أنه ففي الواقع السيد الخوي على الله مقامه السيد السيستاني أيضا يقول لما المال يوضع في حسابك يعني في يدك. نعم. يعني كأنه في الواقع الآن لما يقولوا إيش قد عندك فلوس، يلا إيش قد عندك فلوس بجيبي، يمكن ما عندي دينار ولكن بالحساب عندي 10، أقول 10 دنانير وشكله لا. فلذلك قال الفقهاء على أنه حتى لو كان المال في الحساب فإنه بمثابة أنه ماذا في يدك وأنت مسيطر عليه، مسيطر عليه. ففي خمس هذا يعني هذا حسب تعبيرنا التحايل قد ما يفيد. نعم أحسنتم سيدنا الكريم. أميرة أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ولو دخل عليك يعني مثلاً نصل صلاتي النوافل تسمع يعني نصل صلاتي تسمع عندي يعني أشياء مو أصل صلاتي النوافل هذه. ليش تتيممين؟ أكو مانع يعني من الوضوء ولا لا؟ تطلع ريح. لا ماكو مانع، بس أنا يعني التأخر خاف أتأخر هفاي. تأخر سيدنا فقط. بس التأخر. النوافل يعني مثل النوافل. واو. يعني عادي أتمم من نواصل هذا السؤال. ليش ما تصلين؟ ليش ما تصلين بنفس الوضوء؟ يعني يصير عندك نقض وضوء يعني؟ يعني لا أنا أحس نفسي طالع عليك من عندي يعني أحس نفسي يعني ما أدري أشك نفسي فاتي الشكين الشكين. سؤالك الثاني أختي أمير، عندي والدتي مولتي كبيرة يعني كبيرة مقعدة يعني عمرها كبير فوق الثمانين، ومرات تصلي مرات ما تصلي مرات تصلي غلط مرات وضوها غلط، يعني شلون هيك؟ تمام. هي بوعيها؟ ها؟ بوعيها هي بوعيها؟ إيه مرات بوعيها تحكي مرات مو بوعيها يعني مو سوى. تمام إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة أم أمير، والله أنت العافية لوالدتك إن شاء الله. تفضلوا سيدنا. جوابي لجناب الأخت الكريمة فيما يرتبط، أولا أختي أكفت قاعدة تسمى بالاستصحاب. الاستصحاب هذه باب فرج لنا جميعا، الله جعل هذا الاستصحاب فتح المشكلة لكل شكاك، لكل شكاك. أنا متوضي وقفت أصلي، أشك أن طلع ريح، أشك أنه أنا نمت على السجادة، أشك أنه، يقول الفقهاء لا تنقض اليقين بالشك. اليقين السابق عندك شلو لا عندي، هذه لا 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 تنقضينه يعني لا تلغينه، اعتبر نفسك متوضية. وسيدة مو أشك طلع ريح، الشك لا أثر له إلا إذا كان متيقن الإنسان، إلا إذا تيقن أنه خرج ريح يقين. يعني يقين عن شيء يقول والله هيك، وهذا إذا صار يقين روح توضي مرة ثانية. أما إذا ماكو يقين أكو شك فأنت على وضوءك. يقول سيدة مع ذلك أنا أتيمم، ستيممك مو مشكلة، ستيممين ما يأثر، تتيممين ما تتيممين تقدرين تصلين النوافل بوضوئك السابق. أحسنتم سيدنا. نأخذ اتصال من الأخ الكريم أبو حسين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي أستاذ العزيز إلى كل سمحت السيد. حياكم الله يا أهلا وسهلا. سؤالك أخي أبو حسين. سيدنا العزيز إحنا سعانا نعرف أن رجال الدين مهمتهم مو بس التشريع، نعم، حتى بالحفاظ على الوطن، والدليل أنه السيد علي السيستاني دام أظله
يعني العراق انتهى من الشمال للجنوب بكل مكوناته والمرجعيه اللي حفظته. وكذلك بعهد النظام الطاغيه السيد محمد الشهيد الصدر تفضل هذا الموضوع. نعم. فسيدنا اكو سلوكيات بالمجتمع يعني من كثر الجهل يعني مال العالم. انه انا مره سالتك انه اكو بعض رجال الدين يعني منحرفين يعني ما اصلا ما هم على ملة محمد وآل محمد وبعيدين عن التشيع. السؤال ابو حسين السؤال. سيدنا دول اكو سحارين هسه جايين هم يحشون باسم اهل البيت. وينطون مثل هذا الشيباني وهذا احمد الوايني لعنه الله عليه يعني فرق. بس بدون لعن اطرح سؤالك بدون لعن وسب جيد يحشون باسم اهل البيت. هذا باسم اهل البيت وخاصه هذا سؤالك ابو حسين سؤالك بس بدون اسماء لا تجيب اسماء. سؤالك شنو بالضبط؟ ما هذا افكار منحرفه يعني هو شنو كرامته عند رب العالمين؟ فقصدك تحب السيد يعلق على هذه الشخصيات وطنه يعني صح؟ سيدنا يعني هو شنو مكانته عند رب العالمين خاطر يحكي باسم اهل البيت يعني شنو كرامته؟ هو انسان منحرف. تمام بغض النظر عن الاسماء والاتهامات اخي اطرح سؤالك بدون ذكر اسماء او اتهامات. هو منحرف لا اله الا الله. شكرا لحضرتك على اتصالك تحياتنا لك. ما قاعد نجامل بس نقول لما يطرح شخص سؤاله خلي يطرح الفكرة مو اللي يسمي إنسان باسمه. أبو أحمد عزيز تفضل. أبو أسعد تفضل. تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد موجود أقدر. السيد يسمعكم تفضلوا طرحوا سؤالكم. مولانا السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياك الله حبيبي. الله يخليك سيدنا مولاي. سؤالكم مولاي عنده سؤالين بدون زحمة علي. نعم. السؤال الأولاني عسكري منتسب. نعم. وعدي ارتباط بدوام. نعم. ورايد أدز أهلي زوجتي بمكان عمر البيت الله. نعم. تنوب عني. نعم. هل يجوز يعني تروح بمكاني؟ لأن أنا مرتبط بدوام ما أقدر أترك الدوام، يعني إجازة قليلة ما تسمح لي أروح البيت الله عمره وأرجع. طيب، سؤالك الثاني. سؤال الثاني، زوجتي مثل إذا تروح مثل مكاني اكو ناس تقول يعني الا محرم، يعني المحرم ما عرفت معناه شنو، الا شخص يمشي من محارمه مثل وياي ويجوز لها تمشي لوحدها وتمشي ويا الحملات اللي قاعد بالحملات الا محرم. نعم اي والله مو داعي. مشكورين رحم الله وجهك. حياك في امان الله. حياكم الله. ابو مرتضى تفضل عزيزي. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا عندي سؤال. تفضل. السؤال قبل فترة طلع عندي مقطع فيديو. نعم. لسماحة السيد منير الخباز الله يحفظه. نعم. فنقل فتوى عن السيد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. نعم. الفتوى تقول يعني ما حافظها نصا للأمانة بس ما معناه يقول أن المسلم غير الاثني عشري. نعم. هو مسلم واقعا وظاهرا. نعم. لا ظاهرا فقط. زين. أنا طبعا بالمناسبة سؤالي استفهامي. وهو. إيه. أقول إحنا نعرف الإمامة أصل مهم من أصول الدين. نعم. زين اللي ما عنده هذا الأصل. كيف يكون مسلم؟ شلون يعني واقعنا وعباداته وحجه واضح وجزنة. جدا سؤالك الثاني. سؤالك الثاني مقبول. لا هو هذا بس هذا استفهام عندي. ان شاء الله راح تسمع الجواب اخي ابو مرتضى. تحياتنا لك شكرا جزيلا. ام كرار وراه ابو كرار وراه شويه نتوقف عن الاتصالات حتى نلحق على الاجابه. ابو كرار عزيزي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أم البنين. سلام الله عليها أجمعين. إن شاء الله أخي أبو كرار تفضل سؤالك. أبو كرار سيدنا أكو ولد صديق عندي يشتغل بالنجارة. نعم. وانطيته فلوس يشتغل هو علي العمل وأنا علي المبلغ. نعم. اتفقت ويا خلال 8 أشهر يرجع لي رأس المال. نعم. صار 2 سنين و6 شهور رأس المال ما مرجع باقي منه 4 ملايين هو المبلغ 15 مليون. فقلت لأخوي لهنا أوقف العمل. نعم. هو كل ما يجيني يحلف لي كل يمين يقول لي أنا ما ماخذ ولا درهم من العم. شلون ما ماخذ ولا درهم شنو؟ من وقفت العمل قلت لأخوي نتحاسب. قال أخوي ربحنا 24 مليون إلك 12 ولي 12 يا بوينهن. قال لي والله كلهم دين رأس المال بعد 4 ملايين و844
قال لي ها والله انا ماخذ 4800 وانت ما تدري. قلت له انت مو تجي هاي الفلوس اللي اخذها من الربح صحيح مو صحيح كشرم يعني. بس عفوا شوف راح اقول لك انا اعيد وراك شوف اذا اكو شيء خطا صحح لي. انت اعطيته فلوس كامله من عندك على انه الفلوس منك راس المال منك ومن عنده هو الجهود والعمل ورث وقلت له واشترطته انه ورث 8 اشهر رجع لك راس المال ورا سنتين ما اكتمل مبلغ راس المال ما رجع لك اياه كامل وقلت له تعال خلينا نفك الشراكه بيناتنا قال لك الربح 24 مليون الي 12 لك 12 قلت له تمام وين ال 12 قال لك موجودات بالسوق صح اي زين سؤالك وين سؤالي الفلوس اللي أخذها 4800 من الربح أخذ 4800 شنو هاي قبل لا يسدد رأس المال لو ما يجوز بس فهمني هاي 4800 شنو هاي هاي باقي من رأس المال باقي من رأس المال اللي هو ما مكمل من رأس المال يعني هو يريد ينطيك الربح ما قابض ما قابض منه ولحد هسه باقي من الربح 4800 من رأس المال قصدي فانت تطلبه من راس المال ولسه ما مرجع لك اياه وانت تقول حلال لو حرام شو تقول الموضوع يستاهل لا مو حلال لو حرام هذا شوف هو المبلغ اللي اخذه من العمل ذاك من الربح حلال لو حرام يجوز له لو ما يجوز من قصدك استقطع راس المال من الربح اي هو ما سددني راس المال 4800 بعده بس هو ماخذ 4800 وجاي ياخذ من الفلوس تجي مال الدين وينطيني قسم من عده صحيح هذا عمل الامور صحيح انا تقريبا فهمت سؤالك وان شاء الله راح اطرحه على سماحه السيد وتسمع بارك الله فيك سلام للسيد تحياتي لك شكرا جزيلا حبيبي حبيبي جزاكم الله خير نتوقف عن الاتصالات اخوان حتى نلحق نجاوب على الاسئله نرجع سيدنا الاتصال ولو عندنا من الاسبوع السابق ايضا الاخ كريم سيدنا رايحين للعمره واثناء الطريق من مكه عفوا من المدينه لمكه مطرت الدنيا وما وقفهم اعتقد جاوبنا هذا السؤال سيدنا صح لا هذا قلنا انه لابد ان شنو لابد ان يوقفون السياره هم ما وقفوا السياره بقى. الرجال طبيعه الرجال اذا احرموا لابد انه لا يجلسون تحت سقف اذا كان اكو شمس او اذا كان مطر الليل هم ماكو شمس بالليل ماكو شمس فيقدرون يقعدون بسياره مسقفه الرجال النساء ما في مشكله التظليل حرام بس على الرجال ففي الليل ماكو شمس يمكن يقعدون تحت السقف يعني سيارة مسقفة يعني أكو هناك سيارة مكشوفة أيضا عفوا سيد إحنا ما قاعد نحكي حرام حرام لا لا لحظة لو قصدك ما تقبل العمرة لا 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 وارتكب حر محرم من محرمات الإحرام واضح. وهو التضليل نعم. فإذا مطرت فلا بد أن الرجال يطلعون من تحت السقف يعني لا يجلسوا لا يكونوا في ظل مستمر أو سقف متحرك نعم. فهنا كان المفروض يقولوا للسائق أوقف بس أوقف هو كان أكوياهم الشيخ ايه؟ موجود وكذا قل له أوقف قل له يا أبا أوقف من يوقف يصير ظل ثابت والظل الثابت لا إشكال فيه أن يكون ظل متحركا في إشكال عليهم ذبيحة فالجماعة يقول ما وقف هذا فعليكم ذبايح يا أخوان كل واحد يذبح له ذبيحة الآن بعد هاي الفترة يصير سيد بلي 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 طيب الأخ أبو نورس يقول لقيت موبايل صار له 15 يوم ما حد إجا وسأل عنه سألت عنه شنو أتصرف أنا هسه في واقع الحال يظهر لأحد السواح أو أحد الزوار يعني قال إيه نعم إيراني رقم كذا فعلي حال أخي الكريم أنت إذا تقدر يعني بطريقة أو بأخرى تحصل رقم صاحب الموبايل وتتصل عليه هذا خير ونعمة إذا ما تقدر يعني تيأس من هذا الأمر فعلي حال أنت تقدر تبيعه وتنطي بثمنه تتصدق عن صاحبه أحسنتم سيدنا نرجع للأسئلة اللي وردت اليوم الأخت أم أميرة تقول والدتي مقعدة مرات تصلي مرات لا مرات تصلي غلط مرات تصلي صح سألتها عن وعيها قالت مرات بوعيها مرات مو بوعيها في الواقع إذا كانت المرأة الشيخة أو الشيخ يعني صار عندهم حالة من الزهايمر يعني ما يدرون شكو ما يدرون الليل على النهار ويصابون بهكذا حالة يعني إذا كانوا هكذا فهم غير مكلفين تقول مرات بوعيها مرات لا إذا بوعيها خلي تصلي إذا مو بوعيها لا تقولوا لها ولا تحملوها اتركوها على حالها واضح أحسنتم سيدنا الأخ أبو حسين سيدنا اتصل كأنه ما كان عنده سؤال بقدر ما هو يريد تعليقك على بعض الناس اللي يمارسون سلوكيات هو وصفها بالسلبية بالمجتمع كالسحارين مثل ما سماهم واللي يحشون باسم أهل البيت عليهم السلام وهو ذكر أسماء اللي ما أريد أذكرها سيدي. شوف أخي الكريم هذا كلامك أنا جدا موافق عليه على أن هناك أناس متلبسين
بالعمة، حتى معممين، بعض المعممين يطلعون على قنوات وعلى حال قنوات يوتيوب ويسيئون إلى الدين، يسيئون إلى الإسلام، ويسبون يشتمون أو يفرقون بين المسلمين. هؤلاء في واقع الحال ليس منهج أهل البيت. وأكو أشخاص جاب أسماء، ذولا مو يعني ما محسوبين على الحوزة العلمية، يعني شخص قاعد على حال يتخيل ويتكلم تخرصات اللي أكثرها بل كلها على حال غير صحيحة، بل هو لا يجيد جملة واحدة يتكلم بشكل صحيح وآية واحدة يقرأها بشكل صحيح. فهؤلاء في واقع الحال من زمان أنا أقول هؤلاء دكاكين يسترزقون ويخدعون الناس. فالإنسان العاقل لابد أن لا يعتبرهم هؤلاء حجة ولا يعتبرون كلامهم صحيح. وميزوا أيها الأحبة، ميزوا بين العمامة وبين الشخص الهادي والذي يرشد والذي عليه حال عمله وسمته مستقيم وصحيح، وبين الإنسان الذي يريد أن يشتهر، يريد أن شايفين واحد شيخ طالع الأيام يتكلم كلام جدا حشاكم، جدا سخيف جدا، وأنا لما واقعا من أسمع أعصابي شلون يتكلم هالكلمات، بس يريد يشتهر ويشوف بالملايين يشوفه، حتى يقول يا أبو فلان يتكلم فلان كلام على حال ليس أخلاقيا في كثير من الأحيان. هؤلاء لا يمثلون الحوزة ولا يمثلون العمة، إنما واقعا يروح كله 25,000 دينار، صدقوني 25,000 دينار يشتري عمامة وعباية وصاية، هاي من سوق العباية شيء بالنجف. فمو كل واحد يعني يشوفه بهالزي يعني هو يمثل الإسلام، يمثل جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم. إحنا قدواتنا وأسواتنا وفضلاءنا وعلمائنا ومراجعنا اللي على حال لابد الإنسان أن يحافظ على هالشي مسلكين. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أبو أسعد سيدنا اللي هو عسكري وعنده دوام والتزامات ما يقدر يروح لعمره، يقول أقدر أرسل زوجتي بالنيابة؟ ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، يعني ترسل زوجتك، ترسل على حال والدتك، أي واحد ترسله تقول زوجتي يردون محرم، على حال شرط المحرمية تدرون ليش حاطين هذا الشرط؟ باعتبار يخافون أن هاي الفتاة توحده وقد تتعرض إلى قضايا، فيقول لازم يكون وياها أخوها لو عمها لو خالها لو أبوها لو زوجها محرم عليها، يعني اللي هي تكشف حجابها أمامها، أخوها أبوها عمها خالها. فهذا الشرط موجود، ولكن عموما أكثر الناس يشوفون واحد من الأصدقاء يقول يا أبا هذه أهلي دير بالكم عليها، وعادي ما في أي مشكلة، وإن شاء الله تعالى تروحوا يعني تدعو لك. ما في إشكال يعني. ما في إشكال أنه تقدر أنه تعتمر عن نفسها، وبعد ما تخلص عمرتها عن نفسها تعتمر عنك، وبعدين تخلص عمرتها عنك وتعتمر عن والديها، يعني يمكن إنسان عشرات العمرات يسويها للآخرين، ما في مشكلة. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أبو حسين تفضل عزيزي. أخوي أبو حسين تفضل. نص التلفزيون. نسمعك عزيزي تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عزيزي؟ حياكم الله. سؤال للشيخ. تفضل اطرح سؤالك. تفضل. أكو فد شخص 10 أيام يجي خابرني ويريدني أروح وياه أشتري له سيارة. نعم. نعم. نسمعك. اشتري له سيارة، فكل هذا كل ما يخابرنا اقول له يا ابا انا ما عندي في المجال ما فارغ هذه. فالمهم يوم من الاجاني رحت وياه عارف السيارة انا صعدت بيها اسوق. نعم. ركل السيارة انا صعدت وياه، السيارة هي تابعة الى ذاك الشخص اللي جاني الخبان وياه. نعم. فأثناء الطريق اجانا ودراجة ورب السيارة بسبب استماعك للتلفزيون. دعمنا ابدا، اترك التلفزيون تماما ووخر بغرفة ثانية وخلي نسمعك بوضوح. ايه في التلفزيون نصي تماما، صعدت بالسيارة وانت قاعد تسوقها صار حادث بالسيارة. نعم نعم. السيارة سيارة الولد وفترة من الزمن 10 أيام من يومية يجينا وقلنا ما فارغ، فاجاني ترك للسيارة انا صعد اسوق. نعم. رجعت علي قلت له اجى محلك هسه اني بطين السياره بعد مو مستعجل اجى صعد. اثناء الطريق اجانا ابو الدراجه ضرب السياره دعمنا. نعم. داخل الدراجه اللي دعمنا. نعم. ايه هسه على مود الكسمه هذاك شويه ادب نقلناه للمستشفى، هذا تعرف صارت قاعده وهذا
اخذوا هذولاك اخذوا من حاول تختصر حاول تختصر اخويا نعم. فهذا ابو السياره رحت وياه انا قال هذا المليون ونص انا اخذ النص. نعم نعم. الكلام انا شنو ذنبي مثلا؟ شنو يعني ذنبي انا؟ هسه انا رايح وياك فزاع. شوف انا حتى اقول انا فهمت سؤالك 100% ابو حسين. راح احكي اذا اكو خلل قل لي اكو خلل. شخص وصاك تشتري له سياره، انت اخذت السياره انت سقت بها طلعت تراي صحيح؟ اي هو اجاني هو السياره مالته وجاني السياره قال يا ابو انا مثلا تعبان لو في شيء صار تسوق لي. ها المهم اصعدت انت بسياره تسوق بالطريق سويت حادث فانطيت فلوس فصل الفلوس الفصل يقول لك نص علي نص عليك صح؟ ايه فمن صار الحادث؟ الحادث يعني انا لا مو انا الدعم، ذاك الولد الدعم. تسمع الجواب مخطط المرور مخطط مرور طلعته لو لا؟ ما طلعنا مخطط مرور. من المقصر؟ ايه من المقصر؟ ها؟ المقصر سيدي سلام الله. المقصر جماعه وياي وش اسمه هذا المقصر؟ هذاك اللي ضربنا. اذا هو اذا ذاك المقصر ليش اخذوا منكم فلوس له؟ لو هاي فلوس العلاج. شو سوى هاي بعد على قولتهم من المشاكل ومن شو اسمه؟ واضح واضح حياك الله. ان شاء الله تسمع الجواب اخوي ابو حسين تحياتنا لك. حسين تفضل عزيزي. حسين اخوي تفضل. نعم يعني ممكن سؤال؟ تفضل يا عزيزي اطرح سؤالك. زرعت شعر حلال حرام للرجال؟ زرع الشعر؟ نعم. تمام سؤال اخر؟ أمنوني. شكرا لحضرتك تحياتي لك ومع الف سلامه. سيدنا نرجع لل للأسئلة. سؤال أبو مرتضى يقول شايف فيديو عن فتوى تنقل عن سماحة السيد فيما يرتبط بأن المسلم غير الاثني عشري هو مسلم واقعا وظاهرا. يقول شاوين راح أصل الإمامة؟ تفضل سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الحال الفتوى ليست مختصة بسماحة السيد السيستاني. نعم. فإن هذه الفتوى ينقلها السيد البرجردي وهو أستاذ السيد السيستاني. نعم. وينقلها الحجة الكهكمري الذي هو أيضا أستاذ السيد السيستاني يعني أستاذ السيد البرجردي. نعم. وينقلها هذه الرواية السيد محمد باقر الصدر الشهيد شهيد الأول. نعم. وينقلها الرواية الشيخ محمد الفتوى الشيخ محمد حسين كشف الغطاء وغيرهم من الفقهاء أنه الإنسان إذا شهد بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن على حال إثنا عشريا يعني لم يقبل بولاية أمير المؤمنين وأبناء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. نعم. هل هذا مسلم؟ بعض الأعلام يقول هذا مسلم ظاهري وهو ليس مسلما حقيقيا. سمح السيد يقول لا هذا مسلم ظاهري وواقعي. نعم. زين وين صارت الولاية؟ السيد يقول الولاية هو شرط من شروط المذهب. نعم. يعني أصل من أصول المذهب وليس أصل من أصول الإسلام. عفوا سيدنا أنت تحكون الآن عن التولي لو عن الإمامة كأصول الدين. الإمامة أنه أن أؤمن بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الأصول الخمسة. سمح السيد رأيه هو رأي بعض الإعلام أنه هالشكل. ولذلك صومهم صحيح حجهم مجزي صلاتهم مجزية وإذا واحد سني صار شيعي نقول له لا تعيد صلاتك لا تعيد صومك لا تعيد فمجزي هذا يعني أنه أحكامه التي كانت مترتب عليه كلها صحيحة. نعم. هذه الفتوى نقلها بعض الإخوة الأفاضل عبر السوشيال ميديا. بعض الناس سووا ضجة ها سيد السيستاني هذا كذا مدري إيش. نعم. وبدأوا يشنعون. نعم. أنا في الواقع عندي تعليقة أنه أيها الأحبة أيها الأصدقاء نحن في مقام الفكر والاستنباط والتعمق في أدلة الشارع المقدس. فقهاءنا عدهم القرآن كتاب العزيز وعدهم السنة المطهرة وعندهم العقل وعندهم الإجماع الأدلة الأربعة. هذه الأدلة الأربعة يستنبطون منها الأحكام الشرعية فلذلك المجتهد يسموه من استنبط الحكم الشرعي. هؤلاء فقهاءنا بينهم وبين الله عندهم من الأدلة عندهم من المستندات الشرعية اللي من خلالها يفتون
والفتوى مسؤول عنها يوم القيامة. نعم. ولذلك هو يقول هاي فتواي مبرئة للذمة، وذمة أي مكلف يتبعني الله شنو يجعله بريء الذمة، وهو يتحملها، الفقيه يتحملها. نعم. فإذا كانت الفقاهة والاجتهاد وباب الاجتهاد عند الإمامية الاثنى عشرية عند الشيعة باب الاجتهاد مفتوح بخلاف المذاهب الأخرى. نعم. باب الاجتهاد مغلق. نعم. باب الاجتهاد مفتوح، فكل مجتهد عنده مؤهلاته وفهمه واستنباطه للأحكام يستطيع أن يفتي بفتواه. وهذا لا يعني أنه تنزل هذه الفتوى إلى أشخاص لا يجيدون ولا يفهمون ولا يشخصون القضايا، تصير على حال بألسن هؤلاء سب وشتم وتسقيط للمرجعية أنه شلون كذا. أخي الكريم، الفتاوى تصدر من أهلها من صاحبها، هو يتحملها بكل ما عنده من الأدلة، وأنا لا أريد أن أدخل واقعا لأنه أصلا هي صار حسب تعبيرنا محل جدل بين خطين من على حال من الخطوط الشيعية، بعضهم متعصبين بعضهم على حال غير متعصبين. فسمحت السيد هذا رأيه، ويقول على أنه هؤلاء يعدون من المسلمين الواقعيين بحسب مذهبهم بحسب فهمهم، وإذا أراد أن يكون شيعيا مواليا لأهل البيت فإنه في الواقع يصبح مؤمنا. نعم، ينتقل من مرحلة الإسلام للدين، فهو مسلم ولكن الإيمان يحصل بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. أحسن، شكرا جزيلا سمحت السيد على الإيضاح. أخي الكريم سجال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل أخوي، تفضل عزيزي. الله يسلمك. أنا طالب داون داون بالحلة، وأنا طالب أهلي بكربلة، صلاتي هنا قصر أو تمام؟ تمام. كلش قد تروح؟ يعني بالأسبوع دورات مرة أو بالعشر أيام دورات مرة واحدة. يعني بالشهر كم مرة عندك روح؟ بالشهر كم مرة تروح للدوام؟ أنا دورات 3 أيام 4 أيام، يعني متى وصل الخمسة؟ يعني كله قاعد بالبيت، دوامك بس 4 أيام بالشهر؟ تقريبا يعني تقريبا 4 أيام. يا خاف العكس، أنت تقول خاف الشهر كله بالدوام وبس 3 أيام ترجع؟ لا 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 لا، بالشهر لأن دوامي إنه دوام بال4 أسابيع، بالأسبوع الواحد دا داوم مرة دورات مرات بالأسبوع دورات واحد. يعني مرتين. شلون دوام هذا؟ ما أدري أنا هم نفس السؤال اللي عند السيد عندي. شنو دوامك يعني؟ دراسة لو لا وظيفة؟ دراسة. جيد. طيب السؤال الثاني. سؤالك الثاني. عندي أختي بأيام شهر رمضان فطر متعمد، والفطر المتعمد كان عليه إجباري، قضت الصيام مالتها اليومين بس ما تبعت كفارة. إفطار متعمد شنو وراها قلت؟ إجباري، فطر إجباري يعني. إجباري؟ من أجبرها يعني؟ شلون أجبرها؟ زوجها أجبرها. زوجها أجبر، صحيح. واو. واضح. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. تحياتنا لك وشكرا جزيلا على الاتصال. عندنا سيدنا سؤال من الأخ الكريم أبو كرار اللي يقول صديقي نجار، أنا أحاول أشرح لحضرتك سيدنا السؤال بحذافيرة. يقول أنا انطيته مبلغ من المال اللي هو أعتقد قال 8 ملايين أو المهم مبلغ من المال رأس مال حتى يفتح المشروع، أنا علي الفلوس هو علي الجهد والعمل والخبرة، على أن يرجع لي رأس المال بعد 8 أشهر. يقول عبرة السنتين ولحد الآن أنا أطلب 4 ملايين وما أدري قد من رأس المال. يقول قلت له تعال خلينا نفك الشراكة، فقال أرباحنا لحد الآن 24 مليون، فالمفروض نصها 12 مليون إلي و12 مليون إلك، يلا نطيني 12 مليون. قايل له إحنا أرباحنا بالسوق ما موجودة الآن يمنا، ما عندنا سيولة، كلهم بالسوق. زين انطيني اللي باقي من رأس المال، ما منطيه يا لحد الآن. يسأل عن الباقي من رأس المال وهو أصلا ما ماخذ شيء من الأرباح. المضاربة ليست مشاركة، مشاركة شيء والمضاربة شيء آخر. أنت لست شريكه وإنما هو صاحب عمل وأنت صاحب فلوس، وتشترط على صاحب العمل أنه يابا اشتغل فلان عمل الربح بالنص بنص ثلثين بثلث بكيفكم ربع بثلاث أرباع حسب الاتفاق. حسب الاتفاق
يقول أنتم متفقين على نص بنص جيد، وراح اشتغل على حب الله ومتفقين سيدنا ورا 8 أشهر يرجع لرأس المال، واتفق على أنه بعد 8 أشهر ترجع لي رأس المال. إذا رجع لك رأس المال بالأخير شنو يصير العمل بأي فلوس؟ بأي فلوس العمل؟ تقول ما أدري سيدنا، أنا قلت له هالشكل والآن سنتين، بعدين يقول أنا عندنا 24 إن شاء الله 24 مليون. وين كانت هذه؟ والله هو مدخله بالشغل. شلون دخله بشغل؟ بإجازتك، بدون إجازة، بإذنك، بدون إذن. شلون يصرف؟ شلون يصرف في أموال هو مو إله؟ يعني تقول له أنت من ناحية الشرعية شلون تصرف بأموال هي مو إلك؟ إذا هم متفقين سيدنا، جاي يقول أنا من كلامي يظهر أنه هو ما يدري، يعني بعدين قال له أنت عندك هالقد. فأنت في الواقع ما دام هو أمين، يعني الإنسان لما يدخل مع شخص مأمن به مو شكل، نعم هالشكل مو شكل، مفروض نعم مفروض أنت يعني مستأمنة. لما مستأمنة ما تقدر تخونه، لا يجوز لك تخوين الأمين. فالأمين عليه اليمين، يقسم أنه والله بالله هذا علي. فأنت في واقع الحال تستحق ما في ذمته من ماذا؟ من رأس المال ومن الأرباح، تبقى هذه في ذمته إلى يوم القيامة. نعم. إلا أنه أنت شنو تتنازل عن حقك. أحسنتم سيدنا. أبو حسين سيدنا يقول شخص اللي هو سوى حادث بالسيارة والسيارة مؤلة، صاعد بيها يسوق بمكان صديقه، الفصل قال له نص علي نص عليك من سعر الحادث. شوف حبيبي عزيزي، أنت صاعد بسيارة سوق، هذه السياقة إذا كانت بطلب أبو السيارة مو ذاك اللي يشتري، أبو السيارة قال لك يا أبي أنت تعال سوق، لما قال لك تعال سوق يعني هو أمن بيك على أن السوق. فلما أمن بيك فما يقدر أنه يجي يخونك يقول لك أنت والله ضربت سيارتي وأنت خسرتني. فأنت مؤتمن ويد أمانة، والأمين لا يضمن، والأمين لا يضمن. أنت تقول يا أبا أنا مو تمأمن بيه وأنا جاي أمشي، فصار الحادث أنت شفته أنه شلون صار حادث. فيقدر يعني أنت ليس عليك شيء، يمكن لك أن تقول أنه أنا ما علي شيء من ناحية الشرعية، روح أسأله أنت أمنت بيه وأنت اللي صعدتني وقلت أنا دايخ وأنت تعال السوق وأنا سقت، وجاء هذا أبو الدراجة وضربنا وصارت مشكلة. أنت لا ليس إلا اللهم إن سألت جناب الأستاذ. نعم. يتأكو مخطط مروري، إذا كان مخطط مروري يصوتك فإذا تكون ضامن لأنه على حال تقصير، أما إذا لا ماكو هالشكل شيء فالعصر عدم الضمان. تمام. سيدنا الأخ حسين يسأل عن زراعة الشعر باختصار شديد لطفا لأن الوقت أدركنا. لا إشكال في زراعة الشعر كزراعة، اما هذا اللي يشوفه بعضهم يلبسون هاي ما ادري مثل الباروكه ويلزقوها لزق، يعني هذا ما يصير. شلون تغتسل؟ شلون تتوضا؟ ما يصير. هذه الباروكات على حال ديروا بالكم، ترى غسلكم ووضوءكم باطل. اما زرع الشعر بما هو زرع الشعر ما في مشكله. طالب بالحله واهله بالكربلاء، اهله في كربلاء، 3 ايام بالشهر بس يلتحق بالدوام، صلاته 3 ايام بالشهر؟ نعم. يصلي يلتحق بس التحاق؟ نعم. يبقى كم يوم؟ 3 ايام في الدوام وباقي الايام كلها في بيته. كل ما شاء الله 27 يوم بالبيت. نعم. عشان دوام لطيف هذا. على اي حال ما اعرف الدوامات بالعراق، هي هذا التوظيف الزائد هذا بالنهايه. على اي حال. عفوا هو طالب سيدنا. طالب. نعم. 3 ايام يداوم. اي نعم. 27 يوم بالبيت. نعم. اذا كان هالشكل فصلي قصر. صلي قصر ما عليك شيء، لانه انت كمسافر. إذا ما تبقى 10 أيام كاملة أنت مسافر صلي قصر، ولست كثير سفر. أنا تعليقي كان على الموظفين، أكو موظفين واحد اتصل عليه في برنامج قال أنا بالشهر يوم واحد أداوم. قلت له شو تسوي؟ قال راح أخذ الراتب وأجي. والله يشكل. أنا قلت سبحان الله شو مبلد هذا. سيدنا نفس الأخ سأل والسؤال الأخير يقول أختي في رمضان إفطار متعمد إجباري من قبل زوجها. إذا زوجها أجبرها قال لها إلا تجين وتفطرين، تدري بعض الأزواج دين ما عنده، يشوف زوجته على حال صايمة هو يريد من عندها الاستمتاع ويجبرها. إذا أجبرها على الاستمتاع يعني على الوطأ وبعدين هي فطرت بهذا الأمر، عليها قضاء فقط، والكفارة على زوجها. الكفارة على من؟ على زوجها. زوجها هو اللي لازم يطعم 60 مسكين. واضح؟ إذا لا هي طاوعته
طاوعته قالت ليست عليه حال ما في إشكال، إذا طاوعت الكفارة عليها، واضح؟ أطعام 60 مسكين مع القضاء يوم واحد عن ذاك اليوم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، عميق الامتنان جنابكم، شكرا على كل هذه الإفاضات. الله تعالى المهمة. بارك الله بكم، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سيدنا. الشكر أيضا لكم موصول إخوتي الكرام، كل من شاهدنا، كل من أدخلنا إلى بيته من خلال الشاشة، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل، تقبلوا تحياتنا، شكرا، في رعاية الله وحفظه.